مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هي FPS؟ ما هي ميزات FPS؟ ما هي FPS؟ سواء كنت لاعب مبتدئ أو محترف، ستمنحك ميتا بلايرز الفرصة لإتقان مهاراتك في اللعب وتحسين نفسك. ما هي ميزات FPS؟ ابحث عن لاعبين آخرين وتفاعل معهم، وتابع البث الخاص بهم، أو أنشئ مجتمع لألعاب الخاص بك. لم تعد إيسبورت مجرد هواية، بل هي واحدة من أسرع الصناعات على الإنترنت نمواً. وظائف رمز FPS، العملة الرسمية على ميتا بلايرز، يمكن استخدامها لدفع رسوم الدخول لبطولات إيسبورت. قم بشراء وبيع NFTs المتعلقة بالألعاب. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.